منطقة قنا الأزهرية معهد القنوي الإعدادي الثانوي الأزهري. رافقه عدد من أعضاء مجلس النواب. هانش حتى والتفاصيل. فرحة أهالي قرية القنوية وبحضور مسؤولي منطقة قنا الأزهرية وأعضاء مجلس النواب تم افتتاح معهد القنوية بنين الأزهري، والذي تم بناؤه بالجهود الذاتية للأهالي وبإشراف جمعية تنمية المجتمع، وبلغت تكلفته 4 ملايين جنيه، ويتكون من 5 طوابق يحتوي على 19 فصلا دراسي ومكتبة وحجرات للإداريين وأعضاء هيئة التدريس. بفضل من الله ومنه افتتاح هذا الصرح التعليمي الأزهري الكبير الذي أقيم بالجهود الذاتية تحت رعاية تنمية المجتمع المحلي بالقناوي، وأشكر كل من ساهم في تشييد هذا البناء الذي يخدم أبناء المسلمين في شتى مركز نجح حمادي. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا بالحضور، وأخوة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة منطقة قنا الأزهري، والأخ العزيز محمد نور الدين رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقناوي، والسيد النائب فتحي قندير. إكمالا لمسيرة بلدنا الحبيبة وجمهوريتنا الجديدة التي تنعم بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، له كل التقدير والاحترام، وملهم قيادتنا وملهم مسيرتنا لتحقيق أهداف حقية. الحمد لله، اليوم نفرح بإنشاء معهد القناوية الإعدادي بنين، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن يكون هناك معهد ثانوي بإذن الله تعالى. نقوم بافتتاح الإعدادي السنوي إن شاء الله، ونتوجه بالشكر والتهنئة لأهالي القناوية ومن حولها من المجاورات بافتتاح هذا الصرح الأزهري الكبير الإعدادي السنوي. هذا الصرح سوف يخدم جميع المجاورات ومركز نجح حمادي، وهو صرح إعدادي سنوي، وإن شاء الله نجعله خيرا للبلد والمجاورات ومن حولها. والشكر موصول لأهالي القنوية والحاج محمد نور الدين. نحمد الله ونشكر فضله على هذا الصرح العظيم، وده من فضل ربنا علينا. الحمد لله ربنا من علينا وخدنا حتة الأرض دي اشتريناها، ولكن لا نغفل على أنه الأستاذ عبد الكريم المحامي تبرع بمساحة القراءة طلع على جنب ده لوحده، بارك الله فيه على ميزان حسناته، وباقي المساحة في المشتروات. ولكن كل التكاليف وهي حوالي 4 مليون جنيه دي من تكلفة من التبرعات العينية من الأهالي، ونشكر كل من تبرع وساهم ولو بالكلمة. ورغم أنه الصرح العظيم ده شيء مشرف للقرية وللمركز والمجاورات عامة. من محافظة قنا هانش حتى لأخبار الطيبة.